بتتعالج فين؟ بتعالج في الدمرداش. جاي منين؟ جاي من الدمرداش. الدمرداش اللي كانت سمعتها وما زالت سمعة جيدة بالنسبة لمستشفى يعلمها جميع المصريين. لكن هو ايه اصل حكاية الدمرداش؟ مين الدمرداش ده اصلا؟ ظهر عدد مجلة كل شيء والعالم يوم الاثنين 13 أغسطس سنة 1928، وعلى صورة الغلاف صورة لرجل الإنسانية عبد الرحيم باشا الدمرداش، اللي اتبرع بأرض وقيمة المباني بتاعة مستشفى الدمرداش عشان يكون ده مكان للبحث الطبي وعلاج للفقراء. داخل العدد حوار بدأ بيه: إني لم أشعر قط بمثل هذا السرور الذي أشعر به الآن، وقد بلغ من شدة فرحي أنني لا أستطيع النوم طويلا في هذه الليالي، فإني وقعت في حياتي على شيكات كثيرة وصولات عدة، ولكنني ما أحسست يوما بمثل هذه الغبطة التي خالجت فؤادي وأنا أوقع كتاب هبتي. ومما لا ريب فيه أن هذه إرادة من عند الله، ده أنا نفسي مش قادر أتصور أني عملت اللي عملته. عبد الرحيم باشا الدمرداش ابن محطة الرمل بالإسكندرية، شيخ لطريقة صوفية ورجل أعمال عصامي، تجاوزت ثروته 500,000 جنيه في أول أغسطس سنة 1928، أعلن عن هبته لإنشاء مستشفى خيري مجاني. وبعد إعلانه بيومين زار رئيس الوزراء النحاس باشا ووقع على شيكات التبرع: 40,000 جنيه للبنى، 60,000 جنيه تصرف الحكومة من رعاها على المستشفى، شرط قبول جميع المرضى الفقراء مجانا دون النظر إلى جنسياتهم أو ديانتهم. وصرح لرئيس الوزراء: إن سروري عظيم يا باشا، ولكني خائف من أن تدركني المنية قبل أن أرى المستشفى قائما، فأرجوك أن تستعجلوا في عمل المناقصة، ولو أدى الأمر إلى تبرعي ب5,000 جنيه أخرى. ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، قالت زوجته بعد تبرعه: لقد سمعتك تتحدث عن معهد تريد تأسيسه للمباحث الطبية والعلمية، فأردت أن أخبرك أن جواهري تقدر ب15,000 جنيه أو ب16,000، فخذها وبعها وتبرع بثمنها لتشييد ذلك المعهد كي يديم الله لنا سعادتنا وهنائنا. لكن للأسف الشديد الشيخ عبد الرحيم الدمرداش بعد عام بالضبط من تبرعه، يعني تحديدا سنة 1929، انتقل إلى رحمة الله، وده كان أثناء تشييد المستشفى اللي ملحقش يفرح بيها، لأن المستشفى تم افتتاحها بالفعل للجمهور سنة 1931، ولغاية دلوقتي بتقوم مستشفى الدمرداش بدورها الوطني والإنساني، واللي تعتبر لغاية يومنا هذا صدقة جارية على روح عبد الرحيم باشا الدمرداش. الله يرحم عبد الرحيم الدمرداش ويكتر من أمثاله، أمثاله اللي بجد، مش اللي عايزين ياخدوا اللقطة وخلاص.